أرهقتهم المداهمات وحملات التفتيش المتواصلة، يقولون إنهم مستهدفون من طرف بعض القوى السياسية ورجال الأمن في بلدة فندريل في إقليم كاتالونيا التي شهدت مواجهة بين مئات المغاربة وعناصر الشرطة الإقليمية إثر اعتقال شاب مغربي. قالوا لي إما تسكت دابا، إما تسكت دير راسك لتحت، إما تسكت إما نخرج هاد البيستولا نخشها لك في الراس ديالك. قالوا لأبي إنه مغربي حقير ولن يسمح له بمصاحبة أخي إلى المستشفى. تلك روايات رفضت الشرطة الإقليمية مضمونها، لكن صاحب المقهى حيث اعتقل أخو علال له رأي آخر. ما شاهدته هنا كان يقع أيام الدكتاتور فرانكو وكنا نلزم الصمت، لكننا لن نصمت الآن. لكن هذه الأحداث لم تعد محصورة على ما يبدو في هذه البلدة، شهدت بلدات أخرى شكاوى مماثلة كان ضحيتها أيضا مواطنون مغاربة. غير بعيد عن بلدة فندريل اختلف المكان ولم تختلف الأساليب. مداهمة أخرى للشرطة الكتالونية أتت على الأخطر واليابس في هذا المقهى الذي لم يسلم صاحبه من عنف رجال الأمن على حد تعبيره. ما بغيتش نسكت لهم بالغوات هكا، انا مول المحل مول المحل، شدوني خرجوني ربينا تيتكو علي الكمالة ديالي الارض. باش حطيت قهوه باش غادي نريح كنصيب الضرب، عطاني واحد من هنايا هاد الضرب فين عندي شي جوج ضربات، هادو من الزروات ضربوني جوج دقات واحد مورا واحد، كندور هكا كيضربني واحد من هنايا. احداث يخشى البعض ان تتكرر في بلدات كتالونيه اخرى تحتوي على نفس العناصر التي فجرت مواجهه فندريل، أزمة اقتصادية خانقة ومراهنة سياسية على ورقة الهجرة لكسب الانتخابات. أيمن الزبير، الجزيرة، من مدينة تارراغونا في إقليم كاتالونيا.